مين كابتن الفرقه عندك فيكم؟ مين اللي اقدم عشان نبتدي بيه؟ هو انا ادم. هو نصير خلاص نبتدي دايما اتعودت تعلمنا في الاهلي نبدا بالايه؟ طبعا بالاقدم يا ابن نصير. قول لي بقى نصير بدايتك في الاهلي كانت ازاي؟ انا بدات الاول في نادي عندنا اسمه اتحاد بسيون. بعد كده انتقلت الاهلي عن طريق الاختبارات. كان 2009 2010، ساعتها كان عندي تقريبا 10 سنين او 9 سنين. مين اللي اختارك في الاختبارات؟ كان كابتن مشير حنفي، وكان رئيس القطاع كابتن عبد الرزاق شافي. بعدها بقى من اول 2010 لحد دلوقتي وانا موجود في قطاع الناشئين، وبعد كده الفتره الاخيره تصعدت الفريق الاول. طب قول لي بقى عشان برضو الناس وهي بتسمعنا تعرف مركزك ايه في الملعب. انا بلعب ديفندر 6 و8، والسنه دي السنه الاخيره دي لعبت 10 تحت المهاجمين. ده مين اللي وظفك في المراكز دي كلها؟ الاول كان كابتن ياسر رجب، بعد كده مع كابتن عمرو لعبني 10. السنه دي تقريبا اتطورت بشكل كبير فيها. لعبت 10 مباريات، احرزت 5 اهداف وعملت 3 اجوان. كويس. عبد الرحمن قول لي بقى بدايتك في النادي الاهلي جت ازاي؟ بدايتي في النادي الاهلي كانت عن طريق الاختبارات. دخلت يعني زي نصير اختبارات برضه. مظبوط. خلي بالكم برضه انا زيكم اشتريت استماره ب 2 جنيه على باب النادي الاهلي ودخلت اختبارات برضه. فكانت البدايه ان انا دخلت وكان كابتن عبد العزيز عبد الشافي هو اللي كان متولي المسؤوليه عن الاختبارات، وكان هو اللي دخلني النادي. فدخلت كان كابتن مشير اللي ماسك الفرقه بتاعت 99. قعدت سنه كامله، ممكن كان الموضوع صعب جدا من غير ما اتأيد، لحد ما جه كابتن ياسر رجب. كابتن ياسر رجب أيدني ودخلني الفرقه، وظفني في اكتر من مركز، لعبت باك رايت، لعبت سيرد باك، لعبت ديفندر، لحد ما هو كابتن ياسر قرر ان انا العب في حته 6 مدافع، ديفندر مدافع زي ديانج والسوليه. فمن هنا بدا يبقى تطور في الحته دي. بعد كده اكتر مدرب جه، كابتن محمد، كابتن مدحت طه، لحد ما جه كابتن عمرو ووظفني في حته 6 دي بشكل كبير. وبدا بقى من ساعتها بقى الدرجه الاولى والكلام عن ان انا ابقى موجود والمنطقه دي. بس